غسان؟ عد منيح لقلك، أنا بدي أرسمك. بدك ترسميني إلي؟ دقيقة دقيقة، ليش لحتى ما أرسمك؟ عود جالس. رح أخذ وهي زبطت قعدتي. ها؟ دقيقة لشوف. حط رجل على رجل، هيك كان الموديل عامل، الموديل يلي ببالي طبعا. مو هيك، نزل هي وحط هي فوقها بشكل طبيعي، لا تجمد هيك، شد ظهرك وعود منيح. جلس، انت مالك شالح، ما فيني ارسمك هيك، ما بتناسب المضمون، لازم شلحك اوعيك. استنى، هيك قال الاستاذ. هلا عرفت شو بدك مني. حياتي ليش عم تتحججي بالرسم؟ تعالي لعندي. لا روق شوي، لا تخلط الفن مع العشق والغزل. انت حاليا موديل، ارفع ايدك. شو؟ ارفع ايدك، ارفع منيح، ارفع منيح. تمام، يلا شلحتك. على مهلك. والله جسمك حلو كتير، رح تطلع رسمة بتفلج. ببرد هيك. اشلح بنطلونك كمان. اشلح بنطلوني؟ ايه، انت حاليا موديل حي، المفروض تشلح كل شيء. انت متأكدة؟ اصحك تلمحلي نروح على غرفة النوم او تطلع فيني هديك التطليعة. حافظ على جديتك ماشي؟ لا تخجل، نحن متجوزين. شفتي كيف عيطت عليه؟ قلت له شو الحساب هاد؟ مستحيل ادفع. شوف حالتك كيف، فوقه عم تعيط بنص الحارة وتفضحنا؟ موصي على مشروب وعم توزعه على الناس بحياتك، مو شايفهم شو صاير لك؟ روشان، ليه ما طلعنا بتاكسي؟ يعني معقول نرجع على البيت؟ طلعنا بتاكسي واستفرغت فيها واضطريت ادفع للشوفير زيادة مشان يسكت. مساء الخير. ريتو يسعدني هالمسي حبيب قلبي. اسكت. أنا بحبك كثير لمرتي الحلوة تاي، أعطيني بوسة، أعطيني بوسة. أي أوف، ريحتك بتقرف، امشي معي، خلصني له. أي يا ربي. هلا هذا انا. وين لقيتها؟ لو سمحت حبيبي لا تفهمني غلط، فيني اشرح لك القصه. حاجتك بقى، شو بدك تشرحي لي؟ ضحكت علي بهالرسمه. ما ضحكت عليك، بس انا ما حكيت لك مشان ما تعصب علي. وليش بدي اعصب؟ اكيد سهرتي كل الليل مشان تكمليها. يا عمري انت. كل الليل وانا عم برسم، عملت لك اياها مفاجاه حلوه، ما هيك؟ حياتي كأنك عم تضحك علي. هذا مو أنا، أنا ما عندي كل العضلات هاي، ليكي كيف؟ هذا أنت مين بده يكون لكان؟ مستحيل اطلع على واحد غيرك بدون تياب. بس كل اللي عملته يعني وحدت روح الفن مع نظرتي الفنية. أنت عندك عضلات بصدرك. حياتي اطلعي على عضلات صدره لهذا، شو جابهم لعضلات صدري؟ أنا لازم أعمل رياضة لصير هيك. لما بطلع على المراية ما بشوفهم هيك، يمكن لأنه ما عندي نظرة فنية مثلك. ما أخبرني، فقدت السيطرة وبلشت خبص. كنت بدي حاكيكي من مبارح وقلك إنه عمر ولا همه. حبيبتي شو بدي أعمل لك إذا زوجك مثل الحيط؟ هي نزلنا صورة وما علق، ويمكن عمل حاله مانو غيران. إيه ما قدرتي تعرفي إذا متضايق ولا لا؟ عم قلك ما غار ولا حكى، أنا بعرفه أكتر من أي حدا، ولا حتى سأل أبدا. أنا عرفت، يمكن لازم نلاقي شخص وسيم أكتر منها، ولازم نكون لازقين فيه نحن وعم نتصور معه. شو رأيك بهالفكرة؟ مو جاي عبالي شي، مليت من هالقصة. اسمعي لقلك، تعي نقعد بنفس الكافيه اللي قعدنا فيها امبارح، بركي شفنا شب احلى. لا مالي حيل، امشي نروح على البيت لانه تعبت. رفيف لازم نشرب سوائل، نحن عرقنا، صرنا من الصبح عم نركض لك روحي، خلينا نعود هالسوائل اللي خسرناها. يلا حياتي. يلا يلا حبيبي، اجيت لكني هون. صب لك شاي. اي صب لي حبيبي. شكرا. شو ليش هيك مزعوجة؟ عم فكر اترك المعهد. كنتي متحمسة، ليش ما تستمري؟ انا والاستاذ مختلفة كتير نظرتنا للفن، دايما منتخانق، فنه تجريدي وخيالي، وكمان اذا ما رسمت مثل ما بده بكون عم خالف الفن. انا ما عاد بدي اياه، انا برسم رسم حر افضل بكتير بالنسبة لي، واليوم بدي روح هالمعهد، رح خبرهم انه رح اترك. مثل ما بدك حياتي، اعملي اللي بيريحك، المهم ما تكوني مزعوجة. هيك بحس حالي مرتاحة أكتر. طيب، وأمتى ما بدك أنا بكون الموديل لترسميني وببلاش؟ بدون؟ كيف ما بدك حياتي. بلا تياب.
صباح الخير. صباح النور. معصبة مني كتير ما هيك؟ مو بس معصبة، زعلانة. تخيلي بيتصلوا فيني رجال من الخمارة وبيقولوا لي تعي خدي جوزك السكران فورا، برأيك نحن بليق فينا هيك؟ أنا عن جد بعتذر منك روشان. لا، وأنا حكيت معك برواء وقلت لك لا تتأخر، حضرت لك العشاء. أنا كنت راجع من وقت ما حكيتي معي، وبالصدفة شفت رفقاتي بالطريق وأنا راجع، نزلنا نشرب وأنا كترت شرب بصراحة. بعدها ما حسيت على شيء. لؤي اسمع، لو الأمور كانت مثل أيام زمان عملي اللي بدك إياه ما بيهمني أبدا، بس أنا خايفة شي مرة تسكر وتحكي اللي صار معنا قدام الناس وتفضحنا وبسببك كلنا نفوت السجن. حياتي أنا عم بشرب لأنه ما عم بقدر أحكي قدام حدا، بس أنت مانك حاسة فيني. بعرف حبيبي، بس ليك نحنا لازم نوقف جنب بعض لحتى نتجاوز هالمرحلة الصعبة، ماشي؟ يعني مو عن طريق الشرب والسكر. ماشي حياتي، بعرف قبل هالمرة وعدتك إني وقف شرب، بس هالمرة خلص أخذت قراري، هي آخر مرة بشرب فيها. بتعرفي إني جعت كتير؟ بس ليش هيك تأخروا بالفطور؟ يا سلام، المهم إنه روينا عطشنا. ايه قليلي حبيبتي. يا الله انا نسيت بالمرة. لا ما عم بقصد اني نسيتك يا رفيقتي يا حبيبتي. معقول انساكي يعني؟ ليكني انا طالعة هلأ، كنت عم سكر الباب وقت عم تتصلي، والله انتي بنت حلال عن جد. جاية فورا، جاية جاية حبيبتي. على هالنسوة. لوين؟ رايحة هلأ لعند رفيقتي، بتكون خبيرة تجميل، مبارح اخذت موعد منها ونسيت. بدها تعتني فيني بدون ما تاخد ولا ليرة، لازم روح، ما فيني إلغي الموعد رفيق. ما بدك تفطري؟ خلاص افطري لحالك. صحتين على قلبك. شو هالرفيقة، تركتني لحالي وراحت تهتم بجمالها. لو سمحت ممكن تعطيني الحساب؟ نحن طلبنا 2 عصير بردقان وطالبين فطور، يا ريت تلغي لأنه مضطرة أطلع. عم تشربي عصير البردقان قبل الفطور؟ هيك صدفت، كنا عطشانين كتير. اطلع ما شربنا غير نصها، بس ما في مشكلة رح أدفع، ممكن الحساب؟ بس العصير على الريق بوجع المعدة. كلك زو، هي أول مرة بشوف جرسون بيهتم بالزباين وبيخاف على صحته. بصراحة لما شفتك عجبتيني وأنا ماني جرسون. عن جد آسفة كتير، بعتذر منك. عفواً. لو سمحت الحساب. أنا ما لقيت مكان فاضي. لما شفت الصبية الحلوة تركتك لحالك وطلعت، قلت لحالي رح استغل الفرصة وإجي أحكي معك. طبعاً تفضل أقعد، أصلاً أنا كنت رايحة. عفواً لو سمحت ابني، شو بدك؟ دفترك للرياضيات وين؟ عم تسألني إلي؟ حلو كتير. وين حطيته آخر مرة؟ أكيد بتلاقيه هونيك، وين بده يكون؟ طيب فهمت، روح دور بشنتايتك تبع الرياضة. لقيته، شفت كيف؟ ها طبعاً، وين لكان؟ يلا لشوف، حط 10 علامات للماما. ماشي، شو بصير إذا شي مرة دورت أنت ولقيته؟ وقت أكيد رح أنبسط. المهم بلا كتر حكي، يلا لشوف، روح دروس، الله معك. طبعاً ما رح يفتح الدفتر اليوم حتى لو لقاه. إيه مثل عادته. أنا بنتي مثله بالضبط، انفصلت عن زوجتي واختارت أنه تبقى معي، بس يا حرام هلأ ندمانة لأني أستاذ الرياضيات وبتابعها. بالله جد. صحتين وعواشي. سلم بنتك. مرحبا. أهلا وسهلا. سمعنا أنه شوربتك طيبة وإجينا ندوق. بس سمعتوا عن شوربة؟ طيب الوجبات الأساسية والحلو ما حدا حكى عنهم؟ تفضلوا تفضلوا. كيف الأوضاع؟ رائعة. يعني مثل ما بيقولوا 10 على 10. ايه بتستاهلي. أنا بتشكرك كتير لأنك عملت لي دعاية بين كل الناس. بالعكس، نحن يلي لازم نتشكرك على أكلاتك الطيبة يا خانم. ولو ابني، تكرم عينك. هذا واجبي. يعني بالأول لما كنت صبية صغيرة، لما كنا نقول كافيه ما كنا نتخيل غير دخنة الأرجيلة بالمكان، والشباب عم يلعبوا طاولة زهر وتعلى أصواتهم، بس هالأيام كل شيء تغير. إيه والله، لا كان في فطور ولا غيره، الوضع تغير، والناس كانوا يشكروا ربهم على شافة الخبز والزيتونة. صحيح، كمان هلأ بأيامنا ما عدنا نقدر ناكل خبز كتير لأنه مثل ما بتعرف الوزن ما بينزل بسهولة. عم تعملي جري بشكل منتظم؟ يعني أنا كل آخر أسبوع بطلع بعمل جري على الشاطئ. إذا بتحبي شي يوم نطلع أنا وياكي سوا. من قبل كنا نخجل نطلب من بنتك طلب، بس هلأ صار الجري حجي لحتى نتعرف.
روحي وين ما بدك، انت مانك صغيره، ربيتي 5 اولاد، شو بده يطلع معك يعني؟ هيك الحياة صايرة، على طول بتفاجئنا وكل شيء عم يتغير فيها باستمرار. عفوا كنت مفكرك مطلقة. لا بس نحن عايشين منفصلين. يلا بالإذن. ما بدي شيء، يسلم وشكرا. ليش مستعجلة؟ عندي شيء ضروري. تشرفت كثير بمعرفتك، فرصة سعيدة. ليش تأخرتي على الدرس؟ الحقيقة ما كنت بدي أجي يا أستاذ، بس قلت بحكيك وجه لوجه، أحسن ما خبرك على التليفون. كيف يعني رح أعطيكي درس رسم على التليفون؟ تفضلي قعدي بمكانك. أستاذ لو سمحت لا تعطيني أوامر، ما رح أتفضل لأني تركت الدورة. ممكن أعرف شو السبب؟ ممكن تبطل تطلع فيني نظرات لا مبالاة؟ أنت قضيت على ثقتي بنفسي، لك أنت شو؟ ممكن يكون عندك الفن والخبرة بمجال الإبداع وأنا ما عندي الخبرة الكافية قدك، بس أنا كمان عندي كرامة ومبادئ ومو بسهولة بتخلى عنا. مالي بنت صغيرة، على الرايحة بتبهدلني وعلى الجاية بتبهدلني قدام الكل، بتطلب مننا إبداع، بجي أنا بأشر التفاح كفكرة إبداعية للرسم، ما بتخلي علي كلمة وما بيعجبك. شو هذا يا؟ أنا رح أقول لك شغلة. كان في ست عايشة عنا بالحارة عندها بنت اسمها سلمى، كانت تروح على الأكاديمية، البنت شريفة وكانوا يخلوها ترسم موديلات عارية، شي رجال وشي نسوان، كانت أول شي تخجل منهم، بعدين تعودت لأنها بلشت ترسمون وتخرجت، ولأنه عندها كرامة وأخلاق عالية، اعتبرت الشغلة عادية وأنا ما علقت على فنها أصلاً، ما بيحق لي، مو متلاك، ليك، صار لي سنين، أنا هون، عم بحكي سيرة لا تعمل حركات بوشك عيب عليك، صار لي سنين ماشي بدمي، شي اسمه الحشمة يعني ما بلبس قصير، ما بكشف على إيدي، لا بخلي صدري يبين، هيك تعلمت أنا وهيك تربيت وما بقبل كون غير هيك، عجبك ولا ما عجبك، أنا هيك عايشة وتعودت يا أخي. بالتلفزيون بيقولوا الفن لا يقارن، أنت ليش عم تقارني فيك؟ يعني أنت فنان وأنا لا؟ لا، وأحلى شي بتجيب لنا شاب لابس برنص وبيشلح قدامنا وبيعرض حاله، بصير هيك يعني؟ شي طبيعي إني أتضايق وبدي أضحك وطبعا بدي أخجل؟ في شي اسمه ردة فعل؟ على أي أساس الفن صدق؟ على أي أساس الفن محبة وتعب؟ أنت قلي بدل ما توجه لي ملاحظات. ليكك عاملة راسك هيك مستغربة من حكي، أنت اللي مسميتيها ردة فعل، أنا عم بحكي وأنت عم تطلعي باستغراب، وأنا بوقتها ضحكت من شكله، ممنوع الضحك يعني هلأ؟ صار بعمري ما شفت شخص شالح بالظلط وقاعد قدامي، لك إذا جوزي اللي هو جوزي بخجل منه إذا شلح ثيابه قدامي، شو بكون جننوني؟ بعدين ما شفت حالك كيف كنت عم تحكي هداك الدرس؟ لوحة اليوم انتهينا منها وهلأ خلينا نرجع لزواتنا الحقيقية ونجرد الفن بأفكارنا. شو هذا يا؟ لازم تشلحوا؟ معقولة أنا أشلح وأقعد أرسم يا زلمة؟ كيف تسمح لحالك تقول هيك؟ يا أستاذ أنا عندي أفكار واعتقادات بتخصني، لك أنت بأي حق بتتجاوز معتقداتي وبتطلب ساوي هيك؟ حبيبتي لازم تتعودي على هيك شغلات بالفن، لازم يكون عقلك منفتح. هس حاجة تحركي قلمك وتقولي لي حبيبتي؟ أنا مالي حبيبتك، بسببك وبسبب أمثالك الإنسانية والفن انفصلوا عن بعض. شو فكرتيني أنت؟ بنت صغيرة؟ حضرتك قلت بدك تشلحنا وتعرينا، إذا أنت مالك عرفان شو عم تحكي، كيف بدك تعلمنا الفن؟ خلص رسموا كيف ما بدكن، أنا رح أترك الدورة أحسن. مرحبا سيد حازم، كيفك اليوم؟ مدام كأنه اليوم صاير عنا كثير عجقة؟ بالزور قدرت تفوت لجوا؟ هذا لأنه الناس حبوا أكلي كثير، وبجد بدي أتشكرك لأنك أعطيتني مثل هيك فرصة، يعني حاسة حالي مبسوطة وعملت شي منيح. الحقيقة نحن هدفنا نساعد المحتاجين مو نساعدك لإلك لتحسي حالك مبسوطة، وكمان هون مالي شايف حدا محتاج أو عاجز قاعد بالمكان. إيه هو لأنه الشباب عملوا إعلان لهيك تغيروا الناس اللي عم يجوا لهون. إيه وهيك كمان حلو، المكان كتير معجوق والكل مبسوط بالأكل، شي بيفرح. بس قبل شوي شفت 2 من الأشخاص يلي كانوا دائماً يأكلوا عنا، ما قدروا يفوتوا من العجقة، كانوا عن جد متضايقين وبقيوا بدون أكل. ست نيرمين نحن عملنا هالمشروع لحتى نساعد الناس المحتاجين يلي ما معهم يأكلوا، نحن أبداً ما أسسناه مشان نروج لحالنا. مزبوط معك حق، يعني أنا تصرفت بتهور، بعتذر منك، بس رح صلح الموقف. هلأ بتشوف شو بدي أعمل. يا شباب اسمعوني، لو سمحتوا اسمعوني، اعتباراً من هاللحظة من بعد إذنكم رح نترك المكان ونخلي مجال للناس المحتاجين يلي متعودين يأكلوا عنا كل يوم، يعني خلونا نوقف أكل. نحن يلي عملنا إعلان بكل مكان، نحن يلي رفعنا سمعة المحل. نرمين خانم نحن تعبنا كتير مشان الناس تجي لهون، ونشرنا صور عن أكلاتك بكل الصفحات. الصور مو الكل بيشوفوها صحيح؟ الصور يلي صورتوهن الناس المحتاجة ما فيها تشوفهن لأن ما عندهم موبايلات حديثة، كيف بده يكون عندهم موبايلات وهن أصلاً ما
عندهم مكان يناموا أو مصاري يشتروا أكل، لهيك ما فيكن تاكلوا أكلهم صح؟ يلا 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 خلونا نمشي، خلونا نروح خلونا نخلص. تعرف بفضل ما أطلع من المطبخ اليوم، حاسة رح يرتكبوا فيني جريمة. نيرمين خانو، ممكن أطلب منك طلب؟ ايه تفضل. بصراحة أنا عم فكر أخذ أرض من الأوقاف، من زمان في ببالي فكرة، بدي أسس بالأرض جمعية لمساعدة المحتاجين والأيتام. عندي اجتماع مع الأوقاف، فينا نحضره سوا إذا بتقدري؟ شو الغاية من الاجتماع؟ الكلام يلي حكيتيه قبل شوي، بدي إياكي تحكي نفس الكلام هنيك بالاجتماع، لأنه بهي الطريقة فينا نقنع المسؤولين يلي رافضين هي الفكرة. ما بعرف إذا فيني، احكي بنفس الجرأة، بالنهاية هدفك الوحيد عمل خيري. بفضل ما أرفض هيك عمل. ايه بجرب، ما عندي مشكلة. لؤي، شو واقف عم تعمل هون؟ ولا شي، ما حسيت حالي جوعان، عم دور على شي أكله بس. بدك شي تاكله ولا قصدك بدك شي تشربه؟ لا تقلي مو فهمان علي، لا تكون شربان شي. بنوب ما قربت على الشرب، قربي وشمي إذا في ريحة. ما في داعي لؤي. انت غلطانة حبيبتي، بظن هي ريحة الزبالة، أنا رح كبها أحسن شي. أنا ما قلت إنه طلع ريحة زبالة، بعدين من شوي حطيت الكيس. خلص معلش، رح كبها برا أحسن. المسا من كبة، ليش مستعجل؟ يعني ست البيت ما بيحق إلا ترسم؟ لو تشوفي شو استحقروني، الله لا يوفقهم. تمسخروا علي وتركت الدورة لأمثالهم. خير ما عملتي. أنت همك مكفيكي وأنا عم بحكي لك ووجع لك راسك، ما هيك؟ كيف أموركم أنت وعمر؟ مو كل هالقد، بقعد مع حالي وبفكر بوضعنا كيف بعدنا مثل ما نحن، كل واحد فينا معند ومفكر حاله الصح، ما حدا مستعد يسمع للتاني، ما عم نوصل لنتيجة ووضعنا ما تغير. ليكي أنا فتت على الإنترنت وشفت صورتك، ما قصدي ضايقك. أنا ما حبيت منك تتصوري أنت وأمل والرجال الغريب، يعني ما تتضايقي من كلامي. لأنه رديت على نق أمل، قالت لي حطي على الإنترنت صورتك مع واحد وهيك بتخلي عمر يغار وفوراً بيرجع على بيته. هي مرة غبية، غار بعدين؟ أي غيرة مشان الله. بالعكس سمعني حكي إنه أنا عندي 5 أولاد وكبرت، يعني ما عاد يطلع من أمر شي وراحت علي. معناتها لا تعملي حالك مو فارقة معك ولا بقى تنزلي صور مع حدا، خليكي على طبيعتك. بدك نصيحتي تقربي منه واعترفي له، بدك تعصبي عصبي وعيطي كمان، عدي معه احكي بمنتهى الصراحة، مو مشكلة، هذا بضل جوزك، ما فيكي تتخلي عنه بسهولة. كل شيء قلتي صحيح، من 20 سنة لهلأ مع بعض، يعني في بيناتنا 10 عمر. لك قولي لحالك من الأول مجنونة. لؤي لؤي. نعم حياتي. على أساس وعدتني ما عاد تشرب بحياتك، شو هاد لكان؟ قال شو أكيد الزبالة طالعة ريحتها ولازم أطلع كبة برات البيت فورا. بدك ياني ما عاد صدق ولا كلمة بتقولها؟ شو هاد؟ عاشتك عياط بقى روشان. يا ترى شي مرة سألتي حالك سؤال، ليش هالرجال عم بيعمل هيك ودائما عم يشرب؟ وليش ولا مرة قدر يوفي بوعده؟ لؤي لؤي بلا ما تشرب لو سمحت، بلاها بلاها. حلي عني اتركيني. روشان حياتي، صار لك شي؟ أنا آسف كتير، مو بقصدي، توجعتي يا روحي. لؤي اتركني. خليل كان يساوي هيك، يشرب حتى يسكر وبعدين كان يضربني، وانت بدك تعمل مثله؟ انت ما كنت هيك لؤي، انت بدك تعذبني مثل ما كان خليل يعمل. لا حياتي مستحيل، مستحيل فكر اضربك، انت روحي مستحيل اذيكي. هو كان يعتذر كمان وبعدين يرجع يضربني، وبعدين يصحى ويرجع يشرب ويضربني ويعتذر يرجع يضربني ويعتذر يرجع يضربني. بوعدك ما عاد ازعجك حياتي، بوعدك ما عاد ازعجك ابدا. روشان انا مستحيل اعمل فيكي هيك شيء يا عمري، مستحيل مد ايدي عليكي واضربك، لو سمحتي صدقيني بوعدك ما عاد ازيكي، اذا بترتاحي بوعدك فورا روح شوف دكتور ماشي؟ بتوعدني؟
وعد حياتي بوعدك. إلا بقى تعيدها لوين؟ ما بعيدها. أصحك تعيدها. بوعدك ما بقى عيدها. أصحك تعيدها مرة تانية لوين؟ طيب حياتي أنا آسف. مين جاي هلا؟ افت. طلعتي ست بيت رسمي ومكترة. معقول شو مزوق انت؟ دقيت علي الباب مشان تقلي هالكلمتين؟ استغفر الله، فيني فوت؟ والله مثل مالك شايف البيت قايم قاعد، ما خرج القعدة هلا. بصراحة أخذت عنوانك من المعهد وحبيت قلك بوشك إنه لازم تكملي دروس الرسم. حل عني، مالي فاضية لدروسك، شو بدك مني؟ خلص أنا ما عاد بدي صير فنانة. كأنك زودتيها، بلا كبر راس وعناد ورجعي لدروسك. أنت اللي طول الوقت عم تعند وتبهدلني مو أنا. طبيعي أعمل هيك، وطبيعي عيط وصرخ، ولازم علمك الرسم على الموديلات العارية. بدي أعمل هيك لحتى تطالعي كل شيء مخبى جواتك. آه شو قلت؟ بس أنا عن جد مو مخبية شيء. بس حالتك وتصرفاتك وحركة جسمك ما بتقول هيك. قلت لك إنه ما في شيء مخبيته. ياسمين خانو، تركي مخيلتك تساعدك بالرسم وتطلع موهبتك. يعني يمكن بوقتها يكون في احتمال، ممكن تكوني فنانة كبيرة، لهيك أنا عم ساعدك. هاي شنطاية ليس تبع رياضة وفيها كتاب رياضيات لغيس، وكمان هاي لعبة نجلة. طيب أكيد ما نسيتي شيء؟ لا. الأحد رح أجيبهم بعد ما يخلصوا كل وظائفهم ودروسهم. عمر، فيني أخذ من وقتك شوي؟ شو الموضوع؟ حابة أحكي بموضوع بخصنا. تفضلي عم اسمعك. هداك اليوم قلت لي شغلة صحيحة، عندك 5 أولاد وما عاد فيكي تعملي شيء. اي ما عم بعمل شيء منوب، بس في شيء تاني بدي اياك تعرفه عمر. انا ما عم بعمل شيء مو لاني امه عندي 5 أولاد ولاني خلفت جديد او مثلا صرت مره كبيره وراحت علي، مو هي الاسباب ابدا. عمر انا لهلا بحبك كتير ومبسوطه كتير لانك زوجي. لهالسبب انت شو ما قلت وشو ما كنا عم نقضي اوقات صعبه مع بعض، انا ما عم بقدر اقطع الامل. هدول 20 سنة و5 أولاد بيناتنا وذكريات حلوه ومره، حاسه انه مستحيل نترك. يعني كل لحظه عشناها جزء من تكويننا سوا. انا ما بدي اخسرك عمر. رفيف، نحن اخترنا نعيش منفصلين بس لبين ما تنحل مشاكلنا مو أكتر. ما عم تفهم شو بدي منك، ما هيك؟ عم قلك ما في حدا بالكون بينسيني حبك، بس لو تحس فيني. شو المشكلة إذا حلينا مشاكلنا مع بعض بدون ما ندخل حدا؟ ثواني بس. ليكي أنا مضطر روح هلا، شو رأيك نحكي بهالمواضيع هاي بعدين؟ روح. بأيامنا هاي ما عاد حدا يوثق بحدا، وصرنا بأي عمل خيري منعمله مندور على المنفعة الخاصة. وبتعرفوا مين أكتر الناس يلي عم ينضروا بهيك وضع؟ أصحاب العمل الخيري ولا الأوقاف؟ لا، الناس يلي عن جد بحاجة ماسة لمساعدتنا، هن الكبار بالعمر والعجزة، ونحنا لازم نوثق ببعض ونتكاتف لحتى نساعدهم. بتمنى من كل الموجودين يوافقوا على هيك مشروع. كلام مظبوط. موافقين؟ شكراً إلك نيرمين خانم، هذا واجبنا. سيد حازم، ممكن نحكي بالتفاصيل بغرفتي؟ طبعاً يا خانم. يلا خلينا نقوم. بتشكرك من قلبي ست نيرمين، عن جد كلامك كان مؤثر. ما في داعي، أنا اللي بتشكرك، لأنه يوم بعد يوم عم بكسب خبرة. من بعد اليوم بكل عمل خيري بتعمله أنا رح كون جنبك. يا ريت، الحقيقة ما فيني أرفض هيك طلب. بتحبي فرجيك الأرض يلي رح أشتريها ونحن طالعين؟ طبعاً، ليش لا، منشوفها. أوكي.
أحياناً منجرب كل الطرق لنقضي على السم اللي جواتنا، أوقات من خلال مساعدة المحتاجين. استعملي الألوان القوية. مفهوم، يعني غمق اللون. أيوة بالضبط. تمام. وأوقات من خلال الرسم والكتابة، وأوقات منرجع للماضي بحرقة قلب وغصة كبيرة. صحيح ما فينا نقضي على السم اللي جواتنا بسهولة، لأنه بيضل عم ينتشر بحياتنا بشكل بطيء، شايفة؟ هي هي الأرض يلي بدنا نعمر فيها المشروع، ورح نحاول نبعد عن الشجر الموجود فيه ونحميه ونحافظ عليه. انت اجيتي شي لهون من قبل؟ لا لا. من بكرة الصبح العمار رح يبدو بحفر هي الأرض، والسم الموجود جواتنا ممكن يهدد حياتنا بأي لحظة غير متوقعة، وهذا اللي ما منكون حاسبين له حساب. الخوف إنك تحس إنه في حدا عم بيلاحقك ورح يمسكك، وأكيد ما رح تقدر تهرب منه، وهالخوف بيكون بطريقة غريبة. دايماً بيلاحقنا بكل مكان وما بتقدر تفكر بوعي أبداً. دخيلك يا ربي، شو صاير هون؟ يا ربي دخيلك، شو هالمصيبة هي؟ أي رفيف، أنا كتير مرعوبة. أنت منيحة؟ لا مالي منيحة. وين نرمين؟ ما بعرف وينها. اسمعيني منيح، في زلمة عم يلحقنا، نحن وقعنا بمصيبة أنا كبيرة. أنا خايفة منه كتير. رفيف، نرمين، نرمين. روشان، صوت جاي من هنا، خلينا نشوفها. روشان، وين كون؟ روشان، انتي لحالك بالبيت مو هيك؟ ايه. شوفي، ليكون صاير شي مو منيح احكي. السيد حازم اخذني اليوم معه على ارضه الجديده، قال بده يعمل مشروع عليها. ايه الزلمه بده يعمل مشروعه على الارض اللي دفننا الجثه فيها. دقيقه، ما فهمت، معلش ترجعي تعيدي القصه من الاول. شو الشي اللي ما فهمتي روشان؟ الزلمة بده يعمل مشروع هنيك، وبده يحفر بالآلات بكل الأرض، وبهالحالة بده تنكشف الجثة وبعدها. آه، بدهن يلاقوا الجثة؟ إيه؟ ورح يحطونا بالسجن ومنروح فيها. نرمين، لازم نعمل أي شي نوقف هالمشروع بأي طريقة. شو منقدر نعمل؟ أكيد ما رح نحكي كل شي للسيد حازم مو هيك؟ طلعي فيني، لسه ياسمين ورفيف ما بيعرفوا بشي. وبلا ما يعرفوا بشي أحسن للكل، بلا ما يرتعبوا، وخصوصي ياسمين لا تقلي لها أبداً من دون شي جاني. يا ربي دخيلك، نحن شو لازم نعمل هلا؟ أنت أزكى وحدة فينا، فكري بحل الله يوفقك، مشان الله.
عم فكر يا روشان، عم فكر شو الحل. يا ربي دخيلك. بصراحة أنا ماني متعودة فوت رجال غريب لعندي عالبيت، بس أنت كأني شايفتك بشي مكان قريب من هون. نحنا منعرف بعض مو؟ مشان الله بلا هالحكي أمل. ليكي بعرف أني قلتلك رح أرجع بكير من أزمير، بس شغلي طول، شو أعمل؟ بعرف واضح، عقد ما كنت مشغول ما قدرت حتى تتصل تليفون فيني أو حتى تبعت رسالة وتعتذر. خلص معك حق، ويعني حقك تتضايقي، بس صدقيني ما كنت فاضي حك راسي. بعدين أنا رح أعوضك عن هالشي بوعدك. وكيف بدك تعوضني؟ رح أعزمك على العشاء. ما فيك تضحك علي يا روحي، هالمرة كمان بدك تعزمني وأنا مثل الجذبة بلبس وبتأنق وبطلع أميرة مشان تاخدني على دار العجزة ومثل الهبلة تخليني اشتغل للختايرة. إيه لا ما حذرت. شوفي والله مو هيك، ببيتي ونحن الاثنين بس لحالنا، ومو بس هيك كمان رح أعمل لك الأكل بإيدي. ومصر إنك تراضيني؟ أكيد. مو بهالبساطة حبيبي، من بعد اليوم أنت لازم تسمعني كلام غزال، وحتى كمان تترجاني العرضة منك. اترجاكي؟ أمال؟ أمال بترجاكي تقبلي، أنا رح جن بس بدي أتعشى معك لوحدنا. إيه؟ يعني أنت هلأ خلصت؟ أنا رح موت أمل، حياتي بدونك عذاب بعذاب، وليكي إذا ما وافقتي بقعد قدام البيت وبنتظرك للصبح. ما بيهمني، انتظر. بس والله أنا بضيع وبنتهي وبجن بدونك. شو يعني انت موافقة؟ بصراحة لا والله، بس انت كتير ظريف لهيك رح اجي. انا بحب سادة. شو هي؟ لك ما بدك تشربينا قهوة؟ يعني انت عم بتقلي روحي اعملي قهوة؟ لو سمحتي. يعني خلص امنت على حالك؟ يا الله كل الرجال مثل بعض. هي مو رشا؟ لا مو معقول. أهلين ماما. كيفك يا روحي؟ منيحة. مرحبا رفيف. أهلين. طمنيني ماما انبسطتي؟ ايه كتير انبسطنا. شو هذا؟ التصميم لفستاني اللي بدي ألبسه تبع الاحتفال. هالتصميم صعب، ما رح أقدر مثل كل سنة خيط لك يا أنا. لا تعذبي حالك ماما، الخالة رشا حتخيط لي إياه. فهمت، مسكي عاد لشوف وروحي على البيت، أنا هلأ جاية وراكي. مرحبا رفيف. مرحبا. ليش قلتي لها لنجلة أنه رح تخيطي لفستانة تبع الحفلة؟ أنا عاملة دورات خياطة وبأوقات الفراغ بحب خيط هيك فساتين. كتير حلو، برافو عليكي، بس بنتي مو بحاجة لمساعدتك. خير، في شي مشكلة؟ ما في مشكلة، عم نحكي انه نجلة بتكون بنتي وانا كل سنة بخيط لها طيابها تبع الاحتفال، وما بصير حدا تاني يخيطهم وخاصة رشا خانهم. ما كنت عارفان شو الحديث. بصراحة نجلة ورشا حكوا مع بعضهم واتفقوا، ورشا حبت تساعدها، هاي القصة. بعرف، سمعت وتشكرت على المساعدة، بس انا ما عم بسألك عمر. نجلة عندها ام فوق راسها وهي رح تخيط لها طيابها، كلامي واضح؟ لو كنت بعرف انك بتخيطي صدقيني ما كنت عرضت عليها، بس نجلة ما حكت لي هيك شي. نجلة قلبها طيب كتير وما بتحب تزعل او تضايق حدا، لهيك ما كسرت بخاطرك. مو مشكلة، بعتذر منك، واذا احتجتوا لأي شي اتصلي فيني. طبعا طبعا، يسلموا خاطرك. رفيف، يعني انت ليش عم بتخانقيها للمخلوقة؟ هي بس عم تحاول تساعدنا. انت منتبه شو عم تقول؟ طلع فيني، انت ليش عم تجيب حبيبتك على الحاره؟ نحن اتطلقنا شيء؟ ما اتطلقنا. انت ما بتستحي، شو اللي عم تعمله؟ لك
رشا مجرد صديقة عزيزة علي، فهمية بقى. هيك لكان صديقتك العزيزة. أنا تأثرت كتير من هالصداقة الخاصة تبعك عن جد. هي صديقتك العزيزة ما كانت رفيقتنا من قبل، وما بتقدر تجيبها على حارتنا وتعيش معها، فهمت؟ إذا بدكن تعيشوا سوا بتقدروا برات هالحارة. ليك عمر، أنا قاعدة بأدبي وما عم بفتح تمي وما عم بحكي معكم كلمة غلط، لا تتوقح معي وتجبرني إنه أغلط بحقكم أنتوا الاثنين. بكفي خلاص لو سمحتي رفيف. حاجة اصحك عمر، اصحك تستفزني أكتر. أستاذ، أنا حبيت أعمل لك قالب كيك، بلكي بتاكله مع الشاي صحتين وعافية. أنا ما باكل حلو. يا ريت جبت لك براك. رجعوا للقالب؟ ليش عم تطلعي؟ قال لي إنه بده ياكله بالبيت مع كاسة شاي. وهلأ يا جماعة، اليوم بدي اختار منكم مساعد إلي مثل ما حكينا من قبل. أستاذ وحياة الله، أنا ما جبت لك الكيك مشان مسح لك جوخ، أنا جبته من باب الخير وما قالي خبر باللي حكيته، وأنه هلأ بدك تختار مساعدة إلك. أنا أهم شيء بالنسبة إلي الشغل وكيف بدنا نلحقه، ولازم حدا منكم يساعدني لحتى نلحق هذا الشغل، وأنا بعتقد شرف إلكم إنكم تساعدوني. صحيح، بشرفنا أستاذ. وبس بدي اختار مساعدي لإلي، ما بسأل على تمسيح الجوخ وقالب الكيك. هذا الحكي موجه إليك. ايه هس هس. أنا بدي اختار مساعدتي على أساس خبرتها وذكائها، يعني بدي اختار أنسب وحدة برأيي بين طلابي. سيرين؟ تفضل أستاذ. مساعدتي الجديدة هي ياسمين. أنا أستاذ؟ أنت فكرتي رح أختارك، ما هيك؟ موقف بضحك ما؟ أي والله أستاذ كتير بضحك، أنا ضحكت من قلبي. آخر الأسبوع رح تكوني أنت مساعدتي، تعالي بعد الدرس لحتى أقلك شو بدي منك. أستاذ أنا ما بقدر أجي بعد الدرس لأنه بدي أجيب ابني من المدرسة. أنا بجي أستاذ لأنه ما عندي أولاد. أستاذ أنا ابني ما بيعرف يجي من المدرسة لحاله، بس خلاص بخلي جوزي يجيبه. بما أنه أعطيتني هالمهمة لإلي كمساعدة رئيسية رح أجي. حظ أوفر لإلك أنتي. كيف بدي خيط لها الفستان من هالقماش؟ رفيف حياتي، مرحبا. أهلين. إيه رفيف، أنا محتاجتك بشغلة ضرورية. حازم جارنا حب يراضيني بعد ما أجا من السفر، يعني بكرة المساء عازمني على العشاء لعنده على البيت، وهو حابب يحضر لي كل شي بإيده. تعرفي شو قصدي؟ عشاء رومانسي. ألف مبروك. شكراً كتير. لا تؤخذيني يا روحي، ما بدي تفكري عم جاكرك انه انت وجوزك هلا مفترقين عن بعض، بس شو اعمل يا رفيف؟ انت طول هالسنين عم بتجاكرينا بزواجك السعيد وبالحياه الحلوه اللي كنتي عايشتيها معه، وبيقول لك المثل يوم بيكون لك ويوم عليك. امل، جاي عن جد تجاكريني ولا في شغله تانية حابه تحكيها؟ لا يا روحي، انا جايه بدي اطلب منك طلب. شو بدي اقول لك؟ اسمعيني منيح، بتعرفي هي المره سعاد يلي بدنا نساوي لها الديكور؟ ايه، عم فكر اذا انت بكره اهتميتي بكل الشغل، لانه انا لازم احضر حالي واعتني بشكلي مشان العشاء بتعرفي. كنت بتمنى يا امل بس مو زابطه. لا تعملي هيك رفيف، اذا بتريدي لو كان حدا غير حازم تمام، ما بتفرق معي، بعتذر عن العشاء وما بهتم ابدا، يعني كنت اهتميت بشغلي وقيمت ما كان بقول له نتعشى، يعني برجع امل ثقيله. بس هالزلمه تخيلي عم يخلي قلبي يدق بسرعه مثل المراهقين، بحس جواتي في فراشات عم يطيروا، وبصير بسال حالي شو بدي اعمل لضل حلوه، يعني ما عم بقدر امنع حالي من التفكير لاطلع ملفته بنظره. فهمت انه لازم اعمل عنك هالمهمه لانه هذا اهم موعد بعمرك، بس ما بقدر لانه مشغوله. لازم خيط لنجله فستانه قبل الاحتفال، والتصميم كتير صعب. شو هالموديل؟ بدها ترقص بالكرنفال هالبنت؟ شو ها؟ لا لا، تعالي رح ورجيكي شو بدي اعمل. لازم ساوي من هالقماش هذا الفستان الحلو. لك هبلة، شو هاد؟ مفكرة حالك مصممة ازياء لتساوي هالفستان؟
كم اسبوع بدك ليخلص معي؟ يا ريت اسبوع، لازم يخلص بكره. ايوه الا ما بيصير. لا تقوليها، ما بلحق. كيف بدك تلحقي؟ هذا بده مصمم ازياء، وحتى لو اشتغل ليل ونهار متواصلين ما بيلحق يخلصوا بيوم. يا ربي على هالمصيبه. انا بقول لك شو لازم تعملي، عندك 5 اولاد وما كنتي تفهمي بعصر السرعه، ما عندك اكل بالبيت، تك بتفتحي الانترنت، وتك ب5 دقائق بيوصل لباب بيتك. بدك تياب للبنت، تك افتحي الانترنت، تك اختاري الموديل يلي بدك اياه. سهله. في موديلات سهله على الانترنت؟ اوهو في اكثر من هيك يا روحي.